الرجال فاش كيتبراو؟ ودي لاش كتصوني لاش كتصوني لاش لاش اليوم غنجري مع بو الكلب. حنا عندنا سيبه في الدوار ما كينحكمش الا اللي والد شي ولدي شدو حدو لا يربي. اليوم نجري معايا بيا يا بي. حنا بناتنا ماشي حنايا والدينا مطلقينهم حنا دايعين. واش حنا بناتنا اللي بغا يخرجوا خصنا نخرجوا معاهم؟ واللي عنده ولدو يجدو في دارو سمعها المرا غادا تقطع اليوم الفاري مع طاسي تبو الكلب. والله العظيم اليوم اللي بيا ولا بيه وسيري حيدي عليا الله يموت الفاري مع اليوم اللي حيدي عيط الجدارمية إذا ما سمعتيني عيط مرتحش من هنا ساعتين عيط الجدارمية وسيري حيدي عليا. وهذاك شلاهبي وهذاك الحرامي وهذاك الكافر بالله وانتو ما حسبتو يا ما حسبتوش ويخرج عندي عاشا حد يطلع ليا وهذوك مسخوط الوالدي. انتو ما فينكم والله يا بوك تنفيريها معاك وانت دخلت عليك بالله السي المعطي تاتك وجهك كلك فاك. ها توما قولوا لي حشمتو ولا ما حشمتوش ولات سيبه في الدوار وانت ما كاين المخزنش. حق الليل الحق تمشي لكم القيد وحق سيدي احمد بن ابراهيم تمشي لكم الشيخ ويمشي من انا ويا من تما يا القيد. الا ما نصيفتكم سيدي فين تمخطو وفين تعرفوا واش كيسوى القانون ها وجهي ها كمارتي. انت مالك يا ودي مالك مالك يا سي طاهر مالك شتوك عاجيتي مدردم ما عيطتي ما نحنحتي وجاي لا سلام لا كلام لا صواب لا كلام يحمر الوجه. اه جاري واش طاري عاوتاني لا تقولش يا شي بقرة عاوتاني دخلت لك البحيرة ولا شي حمارة ولا هزينا لك شي عتلة ولا جنا لك البرويطة راه ما جنا حاجة ما جنا حاجة الله يرحم بي. حيد عليا لا ماكي لا سلام لا كلام لا تا شي حاجة. وهاد سيدي يسد ولدك عندك اللي عندهم شي ولد يربيه واه واش حنا ما كاين باسو. حنا بناتنا سيدي ولدك قال لي تروح الدوار وقالت لي قال المرا جايه جايه من الساقيه تابعه هو هي وكيتغزل بيها وراه حشومه حشومه. هادشي راه ماشي ديال دوارنا اصل المعطي وحنا كنعرفوكم من زمان ناش دراوش بوكتا هو راجل درويش انت يا ما خرجتيش ليه ما ربيتيش ولادك مزيان. ربي ولادك الله يرحم بها الوالدين ولا الحق دير الحق تدير شرح لي ليا الا ما ندير شرح لي ليا ها وجهي ها شد ولدك عندك ربي بنتي انا مربيه كنخليها تخرج معاه هكا كتخرج عاد تسخر ولا دير شي شغل ما تشغل الدار ولدك جا ويلحق لبنتي. حق لي الحق والقيد هنايا تنزل علي بهاد القرينه الكحله واش هاد ولدك الله يرحمك. شوف شكون مولاها لا 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 الان الدري عندي مربي الدري عندي انا داخل سوق راسو مربيه جده راه خارج الجد الله يرحمه. انا الدري عندي داخل سوق راسو وما يجيبش البلا الدري عندي انا يا غنيه الدري انا راه جالس عا في الدار من الدار للمدرسه راه واحد نيبه باقي نعقل جاب عبيطه واقيله من عند هنيا وهي ماشي ديالو وشدات امه وقالت كتعطيه كتعطيه لا امه محرره لي انا نصم عليه ما يديرش هاد الشيء. شوف بنتك معايا ما تخرج تا بنتك عندك تا هي راها سايبه بنتك انا راه كنعرفها كنعرف بنتك انا تابع هذا وتابع هذا وزيد هذا وتزيغ هذا وكاع الدراري تاع الدوار خاص بهذا راه بنتك اللي زينها سابقه بنتك اللي خصك تنقصوا لها مزيان ولا ستروها ولا تشوفوا واش ديروا ليها. وهي علاش خارجه دي عقع في الدوار سيدي علاش داش تمشي للساقيه ولا تمشي للقرينه الكحله. والدي عندي انا مربي ويا سيدي تبعها ما تكون غا هي زيغاتو ما تكون غا هي زيغاتو يتبعها. هاكي كنعرف انا ديك البنت عندك كنعرفها فيها واحد الحراميات فيها واحد الكذوب راه شحنقول لك سكوني انا عليها. ولدك مربي تقول لي باش مربي علاش مربي هاد الولد على الحراميات على يتبع بنات الناس انت علاش مربي هاد الدري انت فين هي التربيه الله يعطينا وجهك فين هي التربيه. شوف حق الليل الحق وما جد ولدك عندك تنصيفطو فين يتربى تاع بناتنا سيباتو وعجومات. شوف اشريك دخلتي مع الباب ما قلتي سلام ما درتي صواب ما عندنا بعز
جلستي كسيدي كتعاير فينا وكتسف فينا في مكاننا هنا غيكون لباس. واش دخلت عليك بالله لما كتحشم ولا ما كتحشمش؟ تا داك وجهك ولا كفاك تدوي تسيري تعيش فيا في داري وخرج ليا من داري الله يرحم بوك. سير شوف بنتك مع من عاد دخل لك الكرش، شي شوف بنتك مع من خارجه ومع من داخل. قابلني انا هاللي غطفر منه لا بقاو تابعيني انا تبعوني انا ولدي وتعصيتي مطفرين احنا عليكم. حق مولانا لا عينكم تومايا كطيح زرتهم من فوق السور، حق مولانا لا عينكم تومايا كتوقف الواقف كطيحوا على كفاه. خرج ليا من داري الله يرحم باك، داري شريفه ليا وداري ما هي ديال هاد الصداع. راني خارج راني شتيني كلشي تبارك الله، ام حزن وقف هنا في هاد الدار، دار تبارك الله سمعت زينه عام الدرج بالك العربون، شد ولدك عندك شد ولدك عندك بعدو ليا من بنتي وبعدو ليا من بنتي ولا غنوصل معاكم شي مهاصل اللي ما غتحشمني لا انا لا تومعي. بعدو ليا من بنتي بعدو ليا من بنتي والله يتبعكم بالبلا. حق لي الحق ونسمع هاد المره تابعه ولا نشوفه بعينيا تنزل عليه، لا ما نقتلو بغيت ليا القتيله. وني خارج من هنا قال لك بنتي تين بنت ما كنشوفهاش بعيني انا يا غادي مع ولد قدور مع ولد تامي مع ترى لا حول ولا قوه الا بالله. يعني البنت معلمين هاد الحراميات وجايين حطوا عليا عند الباطل انا ولدي هو ولدي في الحراميات ولكن غيكون دايرها لان خصني نوض ليه ولا ما كانش دايرها هوايا اليوم نغيز ليه. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ولا ماشي بخير وعلى خير، ان شاء الله غيولي بخير وعلى خير بماشي الله غير يطيق في الله سبحانه وتعالى. الله ما كيضيع حتى شي واحد والله ما كيعسر لك حتى عار انه غيسر لك، وراه باش يكون الجماليه ديال اليسر خص يكون العسر. وما تقلقوا على حتى شي حاجه، راه خير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. بدايه نقول لكم صلوا على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، يا ربي تيسر لي وتيسر جميع امه محمد. شكرا لكم بزاف على التعليق الزوينه ديالكم، واخا كيكون تعليق سلبي راه كتعطيني قوه حتى هي، وشكرا على التعليق الايجابيه اللي كيقول لك زوين هذا الشيء بالتوفيق لك يا ربي، توفيق لي ولي حتى اللي كدعي معايا حتى ديري كدعي معايا. والله يحفظكم ويحفظ جميع امه محمد، والله يجعل رمضان يا ربي يدخل علينا بخير وعلى خير وبالصحه وبالسلامة ولا مفقودين ولا فاقدين. الله يجعل يا رب ربنا يدخل علينا بالخير ويخرج علينا ان شاء الله بالتيسير وبغفران الذنوب وقوة الصيام والدعاء. كنقول شكرا للناس اللي صيفطوا لي، شكرا بالنسبة للأشخاص اللي ما كيعرفوش شنو هي، شكرا شكرا إذا شتي تحت الفيديو الجهة اللي فيها لايك وديزلايك غتلقى واحد شكرا. هذا اللي ما كيعرفش ليا شكرا، شكرا هذيك شكرا كتصيفط بالفلوس، يعني لو ورقتي عليها يعني كتصيفط لي شكرا، ولكن بواحد المبالغ على حساب الدو وقدر. ما كنبغيش نقول لا ما قلتش لكم صيفطوا علينا، انا قلت غير شكرا للناس حيت كصيفطوا لي الناس، ما احتاجيتش نقول حاجه بزاف، احتاج يقولوا انا ما احتاجيتش نقولها. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، من هنا كتعرفوا ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يعني راه الله سبحانه وتعالى بغى يسر لي باش صيفطوا لي دوك الناس كيصيفطوا لي. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، انا ما كنتش عارف شنو كنت عارف من كجي تعرف ان ديك كيصيفطوا لي هذا صيف كذا هذا شاد واحد المبلغ، تفهمت انا ديك شكرا كاين لتحت كيصيفطوا الناس، يعني كل واحد بحال كيصيفط لك شكرا بالفلوس فهمتي، وشكرا للناس اللي كيدعموني باللايك الناس البساط، شكرا لكم بزاف. انتوا بارطاجيو ورايكم في لتحت في التعليق، وصلت على النبي محمد بالتوفيق ليا وجميع امه محمد.